لان احنا شايفين الاشياء لا على حقيقتها، مش على حقيقتها، شايفين الاشياء على هوانا مش على حقيقتها. لو رأينا الاشياء على حقيقتها وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلصوا، فاكرين خطبة فلصوا؟ فلصوا. لو شفنا الحاجات على حقيقتها نلاقيها فلصوا، بنضحي من أجل حاجة فلصوا. فاكرين الخطبة دي؟ كانت خطبة الجمعة. في يوم جمعة كنت قرأت جريدة ففوجئت فيها بخبر ان في امرأة راحت تشتري ذهب من محل ذهب، فراودها صاحب المحل عن نفسها فرفضت وتكرر حضورها للمحل وهو يعرض، ففي النهاية قالت له بس تديني الكوليدة. فلا لا انت بتحلمي، ده غالي جدا، تعرف ده بكام؟ قالت له هو كده. وبعد حضور المرأة مرات عديدة في يوم من الايام قال لها ماشي اعطيك الكوليدة، وفعلا اعطاها الكوليدة وزنى بها، ثم رجعت اليه مرة بعد كده فراودها عن نفسها. قالت له لا، الكوليه اللي انا عايزاه خدته خلاص. قال لا ما تفرحيش قوي كده، ده فالص. وخدت المرأة الكوليه الذهب وتذهب لمحل ده يقول فالص، وتروح للتالت يا بنتي ده فالص، وتروح للتالت ده فالص. جن جنونها، شرفي فالص. الجورنال بيقول انها اخذت سكين وطعنت الرجل 38 طعنة. الغل اللي كان في قلبها انها باعت شرفها عشان حاجة فالصه، اهو ده اللي هيبقى في القلوب يوم ما تكتشف انك بعت الاخرة عشان دنيا فالص. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني.